جماعه حياتي بتاكل ازاي؟ استنى احسن عشان يبقى كده. استنى سيبها تاكل، سيبها تاكل، سيبها تاكل. هو بيحسبوه مصاصه ولا ايه؟ مش بتاكل ده، بتاكله والله. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا قوي قوي قوي، اغلى حاجه في حياتنا. وحشتونا اغلى حاجه. بصوا يا جماعه، لو انت هنا تعرفنا او ما تعرفناش او جديد في العيله بتاعنا، لو عايز تنضم لعيلتنا تنزل تحت تكتب كومنت حلو منك ولايك احلى، عشان احنا بنحبك اغلى حاجه في حياتنا. ده حابين عيلتنا تكبر بيكوا. انت احنا فين دلوقتي يا جولجو؟ احنا في واحد. بصوا يا جماعه، واحد خطاب مش عارف شايفينها صح ولا بنشقلب. بس بصوا يا جماعه، هنا بصوا هنا الاكل، تعالى كده عشان ايه نجيبه يفتح. بصوا يا جماعه، هنا الاكل بقى على اصوله، الاكل اللي هو البدوي، البدوي البدوي على اصوله. استنوا يا جماعه، ادخلوا دلوقتي ونشوف هنطلبوا ايه وخليكم معانا. زعلان عشان ما لقيناش مكان؟ ساعة. واحنا جعانين فوق ما تتخيلوا يا جماعه. انا جعانه بس بجد، شميت الاكل بار. هنا خطاب انسى يا جماعه. ندى لقيت مكان خلاص. ها يوزان، يوزان الاع الجزمه يا لوزه، يلا يوزان الاع الجزمه يلا. السلام عليكم. خد جعان قد ايه يا حن؟ ايه جعان كام في الميه؟ ربنا جعان، بقالي ساعتين جعان والله. في اي بي بقالي ساعتين جعان. استاذ محمود صح؟ اه ايوه. لا لا، انت طبعا بتحبي تاخدي الركن دايما. ها معرفش ليه. ماما عامله ايه يا ام؟ ايه رايك وانت قاعده كده في القعده العربي دي؟ والله عايز اقعد هنا مش عايز اروح. ايه؟ عايز اقعد هنا مش عايز اروح. طب ماما اقول لك حاجه، ايه رايك لو نعمل واحده زي في البيت؟ خد انت مالك قاعد مفتوح ليه كده؟ انا عاوز جعان، عاوز جعان، عاوز اروح. مين اللي جابنا هنا؟ مين اللي جابنا هنا؟ ايه؟ انا جعانه وانت انت اللي عايزين نروح معاك. انا اقسم بالله في الفيديو. روحة حياة، حياة انت عجوزه؟ لا بتعملي ايه يا حياة؟ انت عجوزه؟ انت عجوزه يا حياة على رأي تيتا؟ انت عجوزه صغنونه؟ اه ايه يا بابا؟ هاتي بوسه تيتا حياة. عايز تشربي ميه؟ بوسه تيتا. الله الله، هاتي واحدة كمان، هاتي كمان بوسة تيت، بوسة تيت. تقول لك أنت بوسية؟ أنت هاتي بوسة، أنت هاتي بوسة تيت، هاتي بوسة تيت، هاتي بوسة تيت، هاتي بوسة تيت. الله 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 الله، دي بتعدي يا ماما. أنت بتعدي حياة؟ عسل حياة. بصوا يا جماعة، بقالنا حوالي نص ساعة طالبين الأكل، والترابيزة بسم الله ما شاء الله فاضية. وحود يا جماعة قاعد كأنه في البيت من ساعة ما جاب المليون يا جماعة، وهو حاسه اتغير. هدى بص يا حود، حسيت إيه بعد ما جبت بقى ليك مليون أخ وأخت بيحبوك؟ حسيت بالمسؤولية. مسؤولية؟ مسؤولية يعني مش فاهم. مسؤولية يا أحمد جامدة أوي. إيه هي بقى؟ مش حد يفكر المليون سهل ومسؤوليته سهل. إيه بقى؟ اللي انت ترضي المليون شخص اللي عندك؟ نعم. ده حاجه صعبه، حاجه صعبه والله ما سهله. يعني دلوقتي انا بفكر ازاي برضه ما بفكرش ان انا اشتغل مثلا ايه اي حاجه، انا لازم انزل حاجات مدروسه. مش اي الافكار طبعا بتعبني، افكار جامده. بحاول طبعا ان انا اختار الناس بتحبه اكتر. اخلص يا ايوه. هاتي بوسه يا ندى، ما تقلقي الكمام. مش بقى والله يوزان، كنت بتعملي ايه يا فاروق؟ ايه؟ اكل ماما. تاكلي ماما؟ بص الترابيزه ازاي؟ الترابيزه بص لازم تتفرش، اللي بيحطوا ميه الاول ما تصورتش الميه. بصوا يا جماعه، زاله. بصوا بس حلوه قوي، فكره حلوه قوي يا ندى صح؟ ما تبهدلش الترابيزه ولا ما تبهدلش يا جلجل. ايه الترابيزه؟ حمو بتعمل ايه؟ بلعب في التليفون. علي صوتك. بلعب في الموبايل. قول لي بلعب في التليفون. اسمه مين؟ اسمه ايه؟ بصوا يا جماعه، هنا اول حاجه نزلت الشوربه. معلش الشوربه دي بايه؟ بالعفش. بالعفش؟ ايه؟ بالعفش؟ بالعفش.
فيها لحمه ضاني خضار ايه خضار شوربه لسان عصفور شوربه سخنه نزل يا جماعه عليا قلت ازاي اجيب القطه اجيب القطه يعني صالح لو سمحت يا صالح طيب بالعادي انا والله ما نحسب فيه بس عايزين طبق الطحينه كمان لو سمحت بص يا جماعه انت بتقول ايه انت بتقول ايه اكلين من الطحينه دي اكلين منها اه لا بص احنا عايزين عايزينك تزود الطحينه بالله عليك طب دي طحينه ودي لا لا هي هي لا بص هات الطحينه عندنا احنا حياه يا جماعه بصراحه السفره مبشره والله ندى ايه رايك في الاكل يا ندى؟ عايز اقول كلمه تعالى يلا ندى جعانه قد ايه؟ بص ندى ممكن تبصي لي فوق ثانيه؟ اه ثانيه جولجو تعملي ايه يا جولجو؟ طب ليه بقى؟ ما جعانه وداني نزل انت بتحب اني بتنجان دوت؟ ده بالبطاطس فاروز انت بتاكلي طحينه فاروز طب خديها عندك طيب عم يا جمل انا عايز بندق تحب الطحينه صدق المعالق جنبك اهي وين كده داخله في بق مين دي دخلت في بق مين دي انت مش واخده بالك انا جبت بقك وهو بياكلها بالهفه عمو انت كنت عايز تقول ايه بقول لك ايه واحد راح للشيخ قال له يا شيخ واحده بتدلع براحتها قال له قدام مين يا ابني قال له قدام مرايتها قال له عادي يا ابني تدلع براحتها ايه بقى نعمل ايه امشي اقول لك حاجه انا شبعت سددتني بسرعه انا جوعان حوده انت بتعمل ايه يا حوده انا ارحم شويه انا بقضيها كده عشان لما الاكل يجي اجبس تجبس سلمى بتعمل ايه لسه اكل اول سلمى قول والله اكل مكبسه سلمى بصوا يا جماعه انا بص احكي لكم حاجه على سلمى سلمى لما بتحب تيجي تاكل ممكن تقعد ساعتين تاكل يعني هو الاكل الطبيعي انت بتاكله هو مثلا ايه طبق الرز يعني ممكن تقعد ساعتين براحتك فكرني بقى بعد اكل الاكل الاكل كله بتعمل ايه يا حياه منزلي عايزين مناديل يا ماما عارف عشان تيك توك بصوا يا جماعه حياه بتاكل ازاي سلمى احسن عشان يبقى كده سلمى سيبها تاكل سيبها تاكل سيبها تاكل انا بقول لك في الافلام بياكلونا فين واحد طلبت اكل ايه بقى؟ طحينه هو ده اللي نزل لا انت طلبت اكل ايه؟ طلبت لحمه اللي هي لحمه كفته مشكل يعني ماشي طلبت رز طلبت ايه؟ رز ومحشي بس كده؟ بس انا اعرف اللي بيجي هنا بيطلب مبكبكه انت بتحب البكبكه ولا لا؟ لا ماليش فيها بصوا يا جماعه الاكل جه اهو قول له بقى انا بس مين؟ اكتر من عريس دي اختراع خطوبتها ده عريسك انت هتفرع روز بتعملي يا لوز؟ بتشبي؟ ندى ايه رايك في الاكل ندى؟ ندى بتقول لك توفة توفة ايه رايك في الوليمه دي؟ تحفه تحفه انا حاسسك مش هتتنفسي ايه يا حياه جبنا ونقول حاجه الاكله دي حوده عزبنا عشان وصل للمليون شكرا يا حوده الله يرحمك العزومه دي يا قلبي والله العظيم انت حوده اللي عزمنا تسلم يا حوده والله باذن الله لو اي حد عاوزني اعزمه على الاكل يتصل بيا ثلاث تليفوني مقفول اه والله انا رقمي 012 والباقي بعدين اديني ميه يا سلمى دمه خفيف قوي انا بتاكل انت عم مكرونه مكبكه بلحمه شمبري مكرونه المطبخ دي احنا عشق بقى عايز يا جماعه تملى المعلقه وتاكل مش عارفه بس شبعتي ولا لسه لا خلاص مش قادره ايه علي صوتك مش قادره قول والله جبت اخرك خلاص خلاص طب ايه رايك في الاكل هنا لا زي العسل قول والله تعملوا ايه؟ تعملي ايه يا فاروز؟ شرب بيبسي؟ حياة تعملي ايه يا حياة؟ بصوا يا جماعة الكبير وصل احنا صح يا سلمى ايه؟ صح يا جماعة احنا بنيجوا هنا عشان نشربوا الشاي دوت بس
بص يا جماعه بص حورة بص هذا الكوبايات قد ايه؟ انت ما تعرفش اللي دي مزاج يا احمد. ايه يا ماما؟ ما تعرفش الكوبايه دي مزاج. والله؟ ده فين الاخضر يا سلمى؟ والله؟ الله بصوا يا جماعه بقى كوبايه الشاي. لا لا اوه احمد اخذ الاخضر. سخن يا فاروز. سخن. انا هاخد ثاني. سلمى صب لها شويه حمر والنبي. عادي اهو بس كده بس كده خلصت دول وخدي تاني اشربيهم واعملي ايه هتبقى ايه في سنانك حياه انت عايزه ايه عايزه ايه انت اي حاجه عايزاها ده ازاي انا نون الف ده استاكله ندى ثواني نون الف صح نون دال يا ندى ده استاكله طب حط الحياه حط فاروز حط فاروز نون دال الف حط فاروز حط فاروز قلبك نداني هم بيحسبوه مصاصة ولا لا مش بتاكل ده بتاكله والله يا مشكلة بص بدولك هاتي بدولك هاتي هاتي قاعد ضيعهولي هي هتحط خلاص هي استولت نفسها عايز تاكله ها فوز حياة بتعمل ايه حياة حياة خايفة ندى صح؟ هي اللي عايز تاكل حياة حلوة فاروز ايه؟ جايين تقولي على عيني الجزمة طيب. انتي فاهمة؟ يلا يا لوتزا. هتقعي هتقعي. روحي يا حياة يلا. روحي العبي مع فيروز. روحي العبي مع فيروز يلا. لا خايفة. طلعتي اللي لي الجزمة. يلا يا لوتزا. تتزحلقي من ايه؟ حلوة يا لوزة؟ يلا بينا عشان نمشي داي حياة حياة تعال تعال يا حياة يا جماعة حياة أول مرة تمشي في كارفور والله بصوا يا جماعة ومشينا حافية كمان يلا يا يوتا تعال لف يلا تعال لف يلا تعال يا حياة يلا أيوة حياة لفت يا جماعة يلا يلا فاروز سيبيها 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 فاروز فاروز هتقع 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 يا فاروز خلي بالك. حياه حياه بتعملي ايه يا حياه؟ بتعملي ايه؟ حياه يوزا بتعملي ايه يا يوزا؟ انا عمري ما بعرفش انت بتحبي تقعدي هنا ليه؟ كده ايه يا حبيبي؟ عاوزه ايه؟ بص يا احمد كمان عاوزه ايه؟ بتحبيني ولا حياة بتحبيني؟ 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 بتحبيني؟